بتقديرك سيدي الكريم، هل تعتقد بأن مثل هذه الهجمات قد تدفع الدول الغربية للتفكير أو لطرح أمر ما على الحكومة العراقية بأننا مضطرون لحماية هذه المنطقة بالمضادات الجوية في إقليم كردستان تحديدا، أيضا لحمايتها من الطائرات المسيرة وغيرها التي شهدناها تهاجم الإقليم العام الماضي كما تعلم؟ هل ترى بأن هذا مشروع أصبح حقيقي في ظل عودة الهجمات على حقول الغاز الطبيعي؟ أستاذ أحمد، هناك مؤخرا احنا سمعنا عن تعاون الإقليم مع الولايات المتحدة في تشكيل ألوية جديدة في البيشمركة. هناك استراتيجية لحماية الأمن في كردستان من طبعا التهديدات الإيرانية، تستوجب يعني على الإقليم أن يعني يتعاون من أجل الحصول على منظومات دفاعات جوية ضد الصواريخ. الكاتيوشا مشكلتها أنها تطير يعني ناصية وبسرعة محدودة، يصعب على الدفاعات الجوية استهدافها. لكن المسيرات نعم، لكن منذ فترة احنا نعرف أن المسيرات لم تستخدمها الفصائل. إيران ممكن أن تستخدمها، لكن إيران لن تقوم بعملية استهداف مباشر للطاقة في كردستان، لأن هذا سيسبب في إشعال النار، إلا إذا كانت يعني النار ستحرق المنطقة بالكامل، إلا إذا كانت إيران مستعدة للدخول في هذا الموضوع. ولا أعتقد ما دام ملف المفاوضات النووية مفتوح، لأن إيران كل لعبها في المنطقة الآن هو من أجل الحصول على درجة تخصيب 90%. نحن نعلم أنه وصل في بعض الأجزاء إلى ويعني تخصيب 83.7%. نعم، قالت أنها أبطأت من عمليات تخصيب، لكن لا يمكن الوثوق بهذه التصريحات الإيرانية. لا تزال المنظمة الدولية للطاقة الذرية حذرة من التصريحات الإيرانية. هناك إسرائيل تجمع معلومات، قبل كم يوم أيضا إيران أعلنت عن إحباط عمليات للمواصلات داخل إيران. الصراع لا يزال مستمرا. أيضا هناك عملية الصراع الإماراتي القطري، لا ننسى في مجال الغاز. نحن نعلم أن من يدير هذه الحقول أو من يستثمر في هذه الحقول هي شركة اللي هي وأيضا دانا للغاز. هذه كل هذه هي عناصر يعني تشكل الحدث باستخدامات كبيرة لأجهزة المخابرات، ممكن تحريك حدث هنا وهناك من أجل الوصول إلى هدف معين، من أجل تحقيق هدف معين، من أجل الضغط سياسيا أو عسكريا. يعني إيران ممكن أن تستهدف مناطق بصواريخ، نعم بمسيرات نعم، لكن لا أعتقد أنها ستستهدف حقول غاز. نعم ستستهدف معسكرات أو ستستهدف أماكن قد تقول يعني تدعي أنها أماكن للموساد أو أماكن للمعارضة المسلحة لإيران.